مشاهدينا بعدنا متابعين معكم باقي فقرات بتحلى الحياة، وهلا رح ننتقل سوا لعند كارلا والسيدة غادة عضايمي. اهلا وسهلا فيكي مدام غادة. اهلا وسهلا فيكي. شو محضرتي لنا اليوم وشو حتعلمينا قصص جديدة؟ مثل العادة بالصيف كارلا، شو بتحبي اكثر فواكه هيك انا كل فواكه انا اذا في اكل كل يوم فواكه من بكره لعشيه ما بقول لا، بس انا شفت البطيخ جاهز معها. ايه لانه البطيخ بيروي بيروي صح بورد. ففي هلا في كثير طرق لقص البطيخ كمان بطريقه سهله، بس اليوم ما راح انا اعطي الطرق، اليوم بدي اعطي طريقه واحده للاشخاص اللي بحبوا ياكلوا البطيخ مثل هيك مثل ما هي شقفه. اصلا هي شكلها هيك حلو، شكلها ناكلها نحن وصغار. نحن وصغار بدي اقول لك كنا ناكلها هيك، بس وقت ناكل اكيد الجو تبعنا بدهم يتوسخوا. بتتذكري؟ بتذكر كثير. هلا مش من زمان كثير. لا ولا انا من زمان كثير كمان. ففي طريقه كثير حلوه تتاكليها بدون ما توسخي وشي، هي انه نقص طرفها رح قصها من هون، بنقص طرفها بهالطريقه اوكي، والطرف الثاني كمان نفس الشيء، نترك مطرح بس تنحملها هيك بنكون عم ناكل من دون ما نوسخ. معكي حق 100% لانه نحن الطرف يلي بوسع يلي بيزعج. لا طريقة سهلة غير شكل. هاي بالنسبة للبطيخ. مرة تانية يمكن بقدر أعطي نصايح تانية عن البطيخ، لأنه القص والبرزنتيشن فيه كتير قصص. البطيخ وبيستصعبوها النساء أيضا، في كتير أنا القص البطيخة بستصعبه. لا بس هلأ بكرة بعطيك طريقة كتير سهلة. خلص أوكي. هلأ بدي أحكي عن رح نشير هيدور. ما رح أحكي عن الأكل هلأ. أوكي. احكي عن طريقه كيف بنلف الكادو بس هالمره بورق كرافت. أوكي. مش مثل العاده فولار. بس الورق كرافت كمان كتير حلو انه تلفي فيه الكادو شوي اوريجينال. هلا فيك تستعملي اي ورقه عندك كادو، بس انا بدي اعطي بس فكره، بس هي الفكره من هالمعلومه انه الكادو كثير اوريجينال. نعم. ما رح اقول لك اياه هلا، بدي اخلي لك اياها سيربريز. اوكي خلص. شيء جديد مش معودين عليه. صح مزبوط. هو اكثر شيء خرج تهدي للرجل. يعني ممكن تهدي للرجل او حتى الولد يهدي لصديقه او لبيه، بس انه للرجل مش للمراه. اوكي. اول شيء لهم حق علينا كمان. صح. مره ثانيه بنعمل شيء للعكس. اوكي. اول شيء بنحطها بالنص مثل ما شايفين. هلا افضل هيدي اول نتعجة. مثل ما هلا اللي بدي اعمله مثل العاده مثل ما بنعمل دائما. بدك هدي لك اياها؟ مش الحال. يلا ولا بدنا نلزقها اكيد من تحت. نتعجة عن الجناب. نتعجة على الجوانب. نعم. نرجع اول جهه وتاني جهة. هلا إذا بدك تعطيني التلزيق ولا أو إذا بدك تلزقيها. رح لزقها عنك أنا، كبرتها شوي رح زغر. هلا لحد هون كل شيء مرتب. لا كل شيء مثل ما دائما من نعرف كيف. هلا بالنسبة للي فوق لاحظتي هون خليت مسافة قليلة. نعم. هون مسافة كبيرة. هلا أنا عندي هون ديفيدي بدي أجيب الربن الريبون. اي ريبون بدك اياه بس يكون شوي سميك ما يكون طريق. بنحطه شوي بالنص تقريبا يعني. اوكي. وبدي اجيب كمان سكوتش. شكله عن جد في سربرايز اخر شيء. رح ادي لك اياهم. يلا هيك. اوكي. مثل ما حطيناه نطوي اول طاويه. ترجعي تتعجيها. اول طاويه بدنا نطويها منيح. نرجع بنطوي ثاني طاويه. هلا بينت مزبوط؟ هلا كثير حبيت. ما بين الكادو شو هو. هلا الطرف بنقصه شوي صغيره يعني. أوكي. اذا بدي فتحه صغيره عن الطرف. فتحه صغيره عن الطرف. نعم. على الحفه تقريبا هيك. نعم. والثاني جهه نفس الشيء. رح ادي لك اياها من هون بس ننتبه ما نقص الربن ولا هيدي يعني على القد. لازم قصينا هون تكون دقيقة وقصينا بهي. نعم. قصينا الطرفين. تفتحيهم. اوكي. برجع ببرمة. لا قصة. لا هيني. هيني. لا هي هيني كثير بس يحفظوا الستبس. ايه
شو رايك نعملها نبرمها هيك؟ اوكي هيك والجهه الثانيه كمان نبرمها هيك. شو بيطلع عندك هلا يا كارلا؟ قميص بابيون مع كرافات. شي قميص شو سلبي؟ قميص مبين كثير حبيت. هلا انا مش بس نكتفي بالكرافات، بدي فرجيهم للمشاهدين كيف طلعت كانها قميص، وهلا رح نعملها نعمل يا بابيون. يلا كثير سلبي الكرافات. هلا بنبرمهم على بعضهم مثل العاده. لا كثير مهضومة. أيه. لا عن جد كثير مهضومة. كثير حبيت. ولا هيدي منعليها لفوق. نعم. لفوق وهي لتحت. اوكي. اللي فوق بنوطيها. اها. اللي تحت بنبرمها برمة وحدة، كأنه عم بعمل كرافات. الكرافات العادية. برجع هيدي من بعد ما ابرمها بفوتها جوات القبة. نعم. شفت القبة؟ اوكي. ما بدها تطلع. لا 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 هي من هون. لا لا من هون من تحت مثل ما عم ما بدك تفوتيها مثل كرافات؟ لا 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 لا. اوكي. برجع ببرمها هيك. نعم. برجع بفوت هيدي تحتها تطلعها من فوق من القبه. اوكي. من القبه ما شفتي؟ هلا القبه برجع بفوتها بهيدي. نعم. تتصير عندي كرافات. هلا الكرافات هيك بنعقدها عادة. بس هلا على صغير يمكن ما تبين منيح. بس كثير حبيت مدام عضيمه كثير. مش شفتي قلت لك انا اوريجينال وحلوه ومهضومه، وانا مره هديت زوجي هيك. لا اكيد انبسط فيها. بس اهتم بالورقه والخطوط. ونسي الكادو. خلص مش ضروري تهدوا كادو جواتها. هلا في كمان اذا بدك لان طويله كثير. اكيد طبعا رح نقصها وكون هيك اليوم قدمنا للمشاهدين شغلتين كثير وشغلتين كثير حلوين. صار عندنا كادو افكار رائعه. هلا كمان هيدي كمان بدنا نطويها بتطلع اكيد مشان. اوكي مدام عضيمة ميرسي كثير كثير على الافكار الرائعه. ثانك يو سو ماتش ويعطيكي الف عافيه. ميرسي. هلا بعد في ولا خلص الوقت؟ هو خلص وقت. مرتي بس لمرتي جاي اكيد رح تحضري لنا اياهم. امبارح كان عيد العالم للزلحفه، فاليوم رح نحضر كم ريبورت عنا. رح نشوف هلا زلحفه هنري بهالريبورت الخاص. مشي سلحفات الصغير هنري بسعادة على العشب بحديقة سنترال بارك بنيويورك بيوم ربيع دافي. وكانت امرأة تبنت هنري من أكثر من سنتين بسبب حبها للسلاحف. وهالمرة اللي تبنته اسمها أماندا جرين، وهي مؤلفة وكاتبة بموقع خاص بالستايل والجمال. وما كانت متوقعة إنه الإعلان اللي نشرته بإيجاد شخص يمشي هنري رح يحدث كل هالضجة وينتشر بسرعة كبيرة على الإنترنت. فكانت متوقعة إنه بس خمس أشخاص يجاوبوها ويلبوا طلبها، إلا إنها تفاجأت بحوالي 500 رد. وبالنهاية اختارت للمهمة امرأة تدعى أميليا بسبب خبرتها بالعمل بمتجر للحيوانات الأليفة وانفتاحها بالتعامل مع العديد من الناس. ورغم عملها بثلاث وظائف، إلا أنه عملها بأنه تخلي السلحفات هنري يمشي هو المفضل بالنسبة إلها، وبتمشي بضع ساعات مرتين بالأسبوع.